انا هعمل جيازه. اوكي طيب. هعملها غوزي جيازه. الجيازه هي زي السمبوسه بس يابانيه، والغوزي اكله عراقيه عباره عن رز ولحم. الجيوزه العجينه العجبيه خاصه صح؟ لا عملها انا. اكل جربتيها قبل؟ جيازه ماي فيفرت ديش. اي نيد يو تو تراست مي زي ما انا ام تراستينج يو عشان انا خايف عليك. انا خايف عليك. دونت وري. علينا المغرب والهند. عندك ورق البسطيله ملفوف بالتكه، هيكون فيه سبايسي شويه. التكه مثلا ده كده ماسك معاك هندي ومغربي. هذا الرئيسي. اه